جريمة هزت المغرب الشقيق، شنو اللي صار وما هي التفاصيل له؟ طبعا هذه منطقة محاميد الغزلان تابعة لإقليم زاغورا، وإقليم زاغورا هي منطقة صحراوية تعتبر نسبيا منطقة نائية في جنوب على الحدود مع الجزائر. طبعا الواقعة حسب إفادة الضحية وقعت يوم الاثنين الماضي، لكن تم اكتشافها من طرف بعد ثلاثة أيام من الواقع، تم اكتشافها من طرف سياح أجانب مع موشد مغربي طبعا يتكلم المغربية، وبالتالي هو سمع نداءات استغاثة من بئر محظور أثناء محاولة السياح الاطلاع على ذلك البئر، وبالتالي عثروا وصدموا على وجود يعني فتاة حية توجه نداءات استغاثة من قعر البئر. طبعا المخي السياحي اتصل بفرق القاهرة المدنية والسلطات من أجل الحضور إلى عين المكان، وفي أثناء ذلك قام بتوثيق مقطع فيديو مقتضب وقصير يوثق للحظة حواره مع الضحية التي كانت تتحدث معه من قعر البئر. وحسب المعطيات المتوفرة هي قالت بأنها يعني توجد من منذ أيام في قاع البئر ولا تستطيع القيام ولا التحرك بسبب الروح والردود التي أصيبت لها بسبب سقوطها في البئر، وقالت بأنها لا تعرف من الشخص الذي ألقى بها في البئر. ثم بعد ذلك طبعا تم انتسالها من طرف طرق الوقاية المدنية ونقلها إلى مستشفى إقليم زاغورا، وثم بعد ذلك تم نقلها إلى مستشفى وزازات نظرا لصعوبة وخطورة الجروح التي أصيبت لها، ولازالت إلى حد الآن تنقل في مستشفى وزازات. طبعا إلى حد الآن حسب المعطيات التي تصلنا من عين المكان الفتاة تدعي بأن لا تعرف من ألقى بها في البئر، لكن طريقة تفاعلها وتحاورها مع المرشد السياحي الذي عثر عليها يعني ربما كثيرون اعتبروا أنها تثير شكوك حول وجود ما تم تداوله من وجود علاقة بينها وبين زوج أختها، والذي تشير يعني إلى حد الآن أصابع الاتهام توجه إليه من كونه المشتبه في أنه أقدم على إلقائها في هذا البئر نتيجة حمل بسبب علاقة غير شرعية بينهما. لكن لحد الآن المعطيات طبعا مجرد يعني معطيات يتم تداولها في انتظار نتائج التحقيق الذي تجريه مصالح الأمن بالمنطقة مع الفتاة، ومن أجل يعني طبعا التحقيق مع أيضا المشتبه فيه من أجل تأكيد هذه الرواية من عدمها. طبعا هي واقعة كانت غير معهودة كما قلت في البداية، بالنظر إلى أن البئر كانت محظورة وفي منطقة نائية وسط منطقة يعني صعبة من حيث المناخ، هي منطقة صحراوية في المناخ، وبالتالي يصعب الوصول إلى تلك المناطق، فبالتالي كانت الصدفة هي التي أنقذت هذه الفتاة بسبب تواجد ذاك يعني الوفد السياحي بالمنطقة. وثلاثة أيام معناتها هي بالجروح وملقات في بئر معناتها مهجورة، لولا معناتها واحد يقول لك أحيانا مازالوا في العمر، معناتها ربي مازال كتب له عمر جديد، لولا مرور معناتها ذلك الفريق السياحي من ذلك المكان لماتت في تلك البئر المهجورة. هذا مكان من نجم يصير معناتها. نعم بالضبط، لأن خصوصا أنها أكدت أنها لا تستطيع الوقوف ولا المشي، وبالتالي حتى وإن بدأ من خلال شريط الفيديو أن البئر لم تكن عميقة جدا، يعني لو كان إنسان غير مصاب لربما تمكن من الصعود إلى سطح البئر، لأنها ليست ضيقة بالقدر الذي كانت عليه البئر الذي سقط فيه الطفل غيان رحمه الله، وبالتالي كان بالإمكان صعودها، لكن إصابتها ويعني التي الجروح التي تعرضت لها بسبب سقوطها في البئر طبعا حالة دون أن تتمكن من الحركة، وبالتالي لو لم يكن هذا الوفد السياحي قد توجه إلى تلك المنطقة بهدف استكشاف المنطقة واستكشاف تلك البئر لربما لم يكن أحد يعلم عن هذه الضحية ولا فارقت الحياة لا قدر الله، لكن سبحان الله هذا القدر قدر الله هو الذي جعلها السياح مع مرشدهم المغربي يتوجهون إلى المنطقة ويكتشفوا هذه الجريمة التي كانت تتحول إلى مأساة لا قدر الله.
الحمد لله إلى حدود اللحظة الفتاة على قيد الحياة تتلقى العلاج في مستشفى وجازة، ومع يعني حراسة أمنية مشددة على القاعة التي تتواجد فيها طبعا بتعليمات من النيابة العامة التي تعكف حاليا على إجراء التحقيقات الكشف عن كل الظروف والحاشيات المرتبطة بهذه الجريمة. طبعا ما يتداول، طبعا نحن لسنا متأكدين، لكن ما يتداول من طرف عائلات والجيران الضحية يشيرون إلى وجود احتمال علاقة غير شرعية بين الضحية وبين زوج أختها، قد يكون نفل عنه حمل، وبالتالي هناك فرضية أنه قد قام بهذه التخلص منها. نعم. واضح. في انتظار نتائج التحقيقات. نتابع معك هذا الموضوع ونتابعك جدا. زميلنا محمد عادل الطات وصحفي من المغرب، شكرا لك وتحية لكل متابعينا في المغرب شقيق. نواصل معكم لقاءنا، أهلا وسهلا. صور تم تداولها لعظم